يقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال من إتمام انتقاله للاتحاد في صيف 2022 وفق ما ألمحت له آخر المستجدات الصحفية اليوم. الفريق الأول لكرة القدم في الهلال نجح في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، إضافة إلى ذلك حصل على لقب دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودية. في صيف 2022 يبدو موقف الهلال معقدا بالنظر إلى منعه من تسجيل لاعبين جدد إثر العقوبات الصادرة من غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو. أما الاتحاد بعدما تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بدأ يبحث عن حسم الصفقات التي يطلبها في صيف 2022، وذلك من أجل عودة الفريق الأول مجددا إلى المنافسات على الألقاب والبطولات. وطلب المدرب البرتغالي نونو سانتو من مجلس إدارة الاتحاد التعاقد مع حارس محلي في صيف 2022، خاصة أنه غير مقتنع بنسبة 100% بالحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، إضافة إلى قلة خبرة البديل راكان النجار. ويرغب الاتحاد في ضم الحارس حبيب الوطيان من الهلال في صيف 2022. وحبيب الوطيان البالغ من العمر 25 عاما قضى النصف الأخير من موسم 2021-2022 معارا في الحزم، حيث لم يعد له مكان في تشكيل الهلال مع تواجد الثنائي الكبير عبد الله المعيوف ومحمد العويس، لذا قد يوافق على انتقاله إلى الاتحاد. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.